طيب نذهب سريعا إلى جريدة الوطن وصفحة 2. مصر تحذر من تداعيات الهجوم البري على غزة، والسيسي يبحث مع رئيس وزراء الهند وأمين الأمم المتحدة سبل وقف التصعيد وتحقيق الهدنة. طبعا احنا كلنا متابعين، ما فيش مجال للشك، ما فيش حد متابع ما يحدث مع أهلينا في غزة، الحرب الإبادة خصوصا بعد قطع الاتصالات وقطع الإنترنت، علشان الجرائم تحدث يعني بلا رقيب، مع ان هي حتى لو هي بتحدث على ارض الواقع لا يوجد تحرك من المجتمع الدولي. لكن خلينا نروح لهذا التحذير الذي اطلقه السيد الرئيس، ان مصر تحذر من تداعيات الهجوم البري على غزه. بالتاكيد هذه او هذا الهجوم سوف يحمل العديد من التداعيات. طيب الصراع ما بين الحماس واسرائيل بدايه من 2007 شهد جولات متواصله من الصراع. نتكلم على انه العمليه الاولى كانت تقريبا في 2007 او 2006، الثانيه كانت في 2008 2014 21، واحنا النهارده بنتكلم على 23. التلويح، مساله التلويح بالغزو البري في غايه الخطوره. اولا اسرائيل حاولت تعمل الغزو البري ده في 2014 في عمليه سمتها بالجرف الصامد، العمليه استمرت لمده اسبوعين، لكن كانت النتيجه مقتل 66 عسكري اسرائيلي في عمليه في العمليه البريه اللي حاولت تقوم بها. في تصوري أن التلويح بالاجتياح البري هو أخطر من عملية التلويح البري. أولا إذا ما تراجعت إسرائيل سيبدو وكأن حماس انتصرت عسكريا، وستضطر إسرائيل للتعامل مع التداعيات وستضطر للرد للتصعيد على الصقر مرة ثانية. إذا نجحت عسكريا لا توجد قوة على الأرض يمكن استبدال حماس بها، يعني القطاع لا يوجد فيه قوة داخلية لإدارة حماس. بالزبط. اتنين السلطة الفلسطينية، وده التساؤل اللي أطلقه الرئيس الأمريكي بايدن لما قال إن هو في حالة عدم وجود حماس فمن سيدير هذا القطاع؟ بالظبط. النقطة الثانية اللي السلطة الفلسطينية نفسها ليست بشعبية كبيرة داخل قطاع غزة، بالتالي القطاع بلا سلطة، ستكون إسرائيل مضطرة لإدارة القطاع. هنا ستتزداد القضية الفلسطينية شعبية، كرة النار الملتهبة داخل قطاع غزة ستنتقل إلى المناطق الأخرى، بنتكلم على الضفة الغربية، بنتكلم على حتى المناطق التي تحتلها إسرائيل وتعتبرها جزء من دولتها ويوجد فيها فلسطينيين، ستصبح جزء من عملية الصراع. كذلك الصراع سينتقل إلى الدول العربية، المواطنين الإسرائيليين سيصبحوا هدف كل مواطن اسرائيلي سواء في اسرائيل او خارجها سيصبح مهدد، لان القضيه الفلسطينيه عمليه الاجتياح البري سينتج عنها تداعيات خطيره جدا. اعتقد من ضمن هذه التداعيات ان يتسع النطاق اقليميا وليس داخل الداخل الفلسطيني فقط. ما يحدث الان عمليه التهديد الاقليمي او اتساع نطاق الحرب، احنا بنتكلم على تهديد قادم الى اسرائيل من جنوب لبنان او من لبنان، اسرائيل مهدده. هناك حديث عن اطراف اخرى يقال انها سوف تتدخل في المساله. الصواريخ التي اوقفتها البارجه الامريكيه والقادمه من اليمن. احنا بنتكلم على تهديدات اقليميه، المنطقه ستشهد تهديدات اقليميه واسعه كبرى. للغايه كبرى. ما يحدث الان العمليه العسكريه او عمليه 7 اكتوبر في رايي هي دليل كبير على فشل المخابرات الاسرائيليه في التعامل مع القضايا الرئيسيه. هناك شواهد كبيره تدل على ان المخابرات الاسرائيليه والدول التي تتعامل مع اسرائيل وتساعدها في هذه المساله فشلت في تحدي 7 اكتوبر. هذا التحدي او هذا الفشل كان عنوانه الرئيسي ان العمليه كبيره جدا استدعت وقتا طويل للتخطيط، شارك فيها مقاتلين كثر، كذلك المناطق اللي تم فيها او اللي قيل ان التخطيط تم فيها، مع ذلك اسرائيل لم تكتشف المساله. كذلك الفشل التكنولوجي الكبير، اسرائيل الخط الفاصل ما بين اسرائيل وقطاع غزه مراقب بسياج تكنولوجي واسع، هذا السياج لم يستطيع كشف او التعامل مع هذا الهجوم.